خلينا ننتقل للاستاذ محمد. وفي رايي ان انت النهارده ممثل العريس، يعني القصه النهارده احنا تابعنا على مدار يمكن سنه سنه ونص سنتين، وانا في سواء في البرنامج هنا او في برامج اخرى استضفت الكثير من الساده الفلاحين ونقباء الفلاحين وممثلي الفلاحين. كان الوضع صعب وطول الوقت كلام عن معاناه ومشاكل وظلم من الحكومه بيعاني منه الفلاح. انت شايف النهارده انه شويه شويه ابتدينا نقول ان الفلاح ممكن ياخد فرصه الفتره اللي جايه؟ طبعا الاول مبروك على مصر النواه الاولى في مشروع المليون ونص فدان. بس اللي انا عايز اسلط الضوء عليه او اتكلم عليه، النهارده الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه خدت 10,000 فدان، قدمتهم من استاذ عماد قال من شهر اغسطس لشهر مايو قبل مشروع زي ده. اذا هنا المكمن اللي احنا بنتكلم فيه، اذا وزاره الزراعه مش موجوده، ده اللي احنا كنا بنعاني منه. فلازم ابدا كلامي من هنا. تمام، خدت بالك نموذج ناجح اهوت اتطبق ادى نتيجته في خلال 6 شهور اللي احنا بنتكلم عليه. بنقول الاقتصاد المصري يتعافى بالاقتصاد الزراعي، ان دورته في راس المال اسرع من اي مشروع تاني. مليون في المية ده عشان نبقى صح. متفقين ونبدا الدخله من هنا صح. ده بخلاف بقى فكره الامن القومي والاكتفاء الذاتي والكلام المهم ده. انا مش منوط بيا ان انا هقعد اتكلم عن مشاكل بس وما اديش حلول. احنا عشان احنا اللي ايدينا في قلب النار دي زي ما بنقول، واحنا اللي مهمومين فيها، واحنا اللي بنشيل اخطاء، حتى اخطاء التنفيذين احنا اللي بنشيلها. تمام. لا احنا بنقول احنا جاهزين النهارده. نموذج ال 10,000 في فدان بتوع الفرافره اللي هي من محافظه الوادي الجديد اللي بتمثل 44% من مساحه مصر، احنا كفلاحين مصر جاهزين نروح ناخد الارض دي ونكمل ونطور الانتاج ونزوده. هي. من دلوقتي وخصوصا صغار الفلاحين. وحط تحت صغار الفلاحين دي مليون خط، مع احترام الشديد لشركات والمستثمرين الزراعيين، مع احترام الشديد ليهم. لا مع لا يعني مع احترامي ليهم كمان، بس الحقيقه اللي شفناه منهم يخلينا نحترمهم ونخليهم على جنب. خدت بال حضرتك؟ فاحنا نواه بالنادي الاتحاد العام للفلاحين المصريين بيناشد رئاسه الجمهوريه والساده التنفيذيين كلك، احنا جاهزين من بكره، من امبارح، من سنه، من 100 سنه ورا، ان احنا نروح نزرع الارض دي ونكمل مسيره النجاح دي. طيب ايه اللي مطلوب من الدوله توفره علشان انتوا تروحوا تزرعوا وما تلاقوش عراقيل؟ انا مش عايز اكتر من ان التنفيذ يبقى معايا ما يعملليش اسباب اعاقه ان انا ازود انتاجي وجوده منتجي كمان. يعني انا مش هتكلم، انت محتاج ارض وميه بس ويقول لي انا الدوره دهيت ازرع لي 1 2 3 بس، مش عايز منه اكتر من كده. وما فيش مشاكل، ما يجيليش مثلا وقت ما يبقى المحصول عايز ري يقطع لنا ميه. ما يبقاش يجيلي وقت جني المحصول او حصاد المحصول يعمل لي مشاكل. انا عايز حاجات بسيطه خالص، ومش مش مش حاجات صعبه، ده سهله جدا بس بالتكاتف مع بعضنا، ويبقى لنا هدف واحد. هي. هدف ان احنا ايدينا في ايدين بعض نعدي من الازمه اللي احنا فيها او المحيطه بنا. طيب.